نحن هنا في هذا المكان الجميل، لا سوارة زوين على مثل عليه أشياء أصدقاء لميس. ترى لك يلعب هنا كورة أوريك كيف يرد عوامهم. ضربنا بالكوبي رايت مع الموسيقى قتله. شو طلع كيدايره؟ شو طوموبيلاتك؟ شي معجج لان جينا لهاد المزرعه هادي. اش كيدير الجو هنا؟ واعر زعما الصراحه. مزرعه مطرطق الحيوانات راهم كاينين لهيك الفوقا، وكرا كاين واحد البقره لهيه، البقره الضاحك. انا طلع عندها تما نوريها لكم. زوين الواحد يخرج هكا شويه من داك الجو ديال المدينه. شو الطوموبيل كي ولات؟ شو العجاجه؟ شو نطلع طلع ولا ما نطلعش؟ ولات كت انا نحيد هاد النعاله هادي حقاش ولات رجلي كتحصل في كتزلق. شو كيدير المنظر؟ شو الطبيعه؟ الدراري اللي هي كانوا لاعبين كره. ركب الحيوانات هنا كده. البرازيل وما أدرك ما البرازيل. فيها جو مطرطق وازل الهيك و الحيوانات اللي عندهم الأبقار. شو تبارك الله على العجل كده. العجل أنا أخرج ما أوريكوش كده ردا. جو زعما الصراحة كاين هاد البيبان بحال هكا البيبان ديال كوبوي. طريق شو الطرقان كي دايرين تبارك الله. واخا تراب وداكشي زعما الصراحة، واخا تراب يعني الطريق مزيان. ها العجول شتو بني عجلون. هاي دار أخرى، دار أخرى تحت هذيك اللي رانا فيها. شو المنظر اللي كيدير؟ شو الطبيعه كيدير تبارك الله؟ شو شي واعر زعما الصراحه. شو تبارك الله هاد العجل هذا. شو واش نقربوه واعر. ها ماشي عجوله اللي هي الحياه السعيده والله العظيم. عندك واحد 30 ل 40 عجل بحال هذا، واحد الزوج ديال العواد ليك، واحد للمدام ديالك، وزيد ليهم واحد هذاك البوني دوك الصغار البنية ديالك، وتعيش مالك والله العظيم. أجواء رائعة جدا. شوف طيارة طيارة ولا طوموبيل جاي؟ طوموبيل مقاتل. الطوموبيل ديال الخدام. شي واحد خدام هنا هادز دابا او جاي لك الدراري هذا كيبل الموطور. المهم كاين زعما حركه مزيان، يتحركوا الناس هنا مزيان. شكي ديال الجو ياك واعر صح والله الا واعر. يلا نزلوا لهيه ومن طلعنا دابا فاش غادي نخرج شكون اللي غادي يطلعنا هاد العقبه هادي؟ خليها على الله وصافي. ما هذا الفيديو انا ما غاديش نقطعو، نخلي هذه لونسي هكاك. سدو هذه بابا طوموبيلات اخرين عاد كي دايزين. شكون اللي غادي يطلع؟ شكون اللي غادي ينزلنا دابا هاد العقبه هادي؟ كيفاش غادي دير تطلع عليها؟ سبحان الله على المنظر. والبيوت يعني ماشي شي بيوت دوك الكلاس ولا بيوت خدام شويه بصح من الداخل مزيانين مزيانين مزيان. اش كيدير هادي دابا ديال هاد الاصدقاء اللي راني معاهم هنايا صحابي، كيجيو يدوزو فيها كما مثلا
مره في العطال ولا عندهم شي سميتو ولا شي سبت واحد، وزايدون كيديروا واحد القضيه كيكريوها كيجروها هنا. كيفاش كيديروا يكريو عدد الاشخاص؟ يعني كيقول لك مثلا فوق مثلا 10 الاشخاص، فوق 10 الاشخاص يحسب لك مثلا يومين ولا 3 ايام 100 ريال الواحد. 100 ريال تقريبا داير مثلا 100 درهم الواحد مثلا. كتجي كتجمع الاصدقاء ديالك اللي باغي هنا وكدوزو نهار مطرطق ولا واحد. البرازيل الله الا انا بعد البرازيل ما نكذبش عليك في الوضع في الوقت الراهن ما نغيرهاش في الاتحاد الاوروبي كامل، مع احتراماتي للاخوه اللي راهم في اوروبا اللي عزاز علينا وعندنا عائله وعندنا كسميتو، ولكن الحياه اللي كاينه في البرازيل زعما الصراحه الا الانسان يستر عليه الله تعالى شويه، ولا مثلا انسان اللي عنده علاقه طيبه مع ناس ومحبوب محبوب من طرف الناس وهذاك راه ربي كيفتح عليك كتمشي. انا والله العظيم اخوتي هنا في البرازيل ما تحفاليش نجيكم الصراحة، الحمد لله محبوبين عند الناس بواحد الشكل اللي ما تصورش. عندي أصدقاء اللي في البحر سواء ساو باولو ريو برازيل، اللي مثلا ماشي برازيليا، برازيليا عندي أصدقاء ثانيين لأن البرازيل ما عندهاش شي بحر اللي معروف مشهور، في فورتاليزا، في سيارا، في ناطال، في باهية. عندي أصدقاء عاود كاين اللي عندهم ديور في كسميتو، والله إلا يعيهم ساكن كيعيطو، كاين اللي كيمشي عنده كاين اللي ما كيمشيش. اوريكم واحد البحيره كاينه لهياك زوينه. المهم هذا الفيديو هذا نخليه طويل هكا الدار بيسين، عندك شي قديم كي قلت لكم، ها بحال مثلا البيسين ضاربينه من تحت ما مغطيش هنا. انا هضرت معاه قلت له علاش ما شربتي، قال لك راه غادي ندير شي ماطر هنا ونقاد شي حوايج، ولكن جايه في منطقه زوينه الشجار تبارك الله. كاين هنا واحد البيسين صغير عاود كاين حتى هو. ها البحيره اللي قلت لكم، شوف 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 الجمال ديال الطبيعه. تجي مثلا راك هنا شوف شنو فوق، شوف اقسم برب العزه الا كتحس براسك يعني صراحه كتحيا فيك الروح سبحان الله. كان قال لي بان هنا راه كان عنده فيها الحوت، ولكن راه قال لي خصو يقادها خصو ينقيها، لقاش هو مسكين ما كيجيش بزاف. ها البحيره اللي قلنا لكم اش كيدايره تبارك الله. سمع الجو سمع، هاد الارض هادي كلها تبارك الله ديالو. العواد راه عنده في الجهه الاخرى، الا كتشوفوا ديك سميتو من هناك راه تماك العواد تاع البلاد ان شاء الله. غادي نمشي انا وياه ونصور لكم داكشي. شو الطيور الفوق في السماء زعما هادشي تبارك الله واحد. عندو لي هاك البلاصه ديال الشوا، البلاصه اللي كيدير فيها داكشي ديال الشوا والمشاوي. البرازيل وما ادراك ما البرازيل. هنايا البيسين مع دايرين البيسين الفوق، فمخلي هاد البلاصه هنايا قال لك غادي يدير فيها شي حوايج اشكال ماطر ولا يدير فيها خزان ديال شي حاجه ولا ما عرفتش شنو باغي يدير، ولكن عنده بعض الحيوانات هنايا لي كاش كيطلقهم وكيجيو كيرجعو. الدريه تنشطت ليه شو ما شاء الله. Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Pedro Wesley, empatado. جوع من هنا واعره والله الصراحه. هاد البلاصه ديال داكشي 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 بحال الشكل ديال القريه يعني كيما نقولوا حنا ديال الكوبوي. كوشا الفران البارح صوبنا البيتزا هنا. كوشا جو زعما صراحة جو مطرق، صوبنا فيها البيتزا الفران. بغيت دير الطاجين ديالك ها هو هنايا ديرو الفوق، كدير داكشي ديال الفخر هنا زوين. بغيت دير عاود داك الشوا والمسائل، هيا عندك هنايا الشوا الأصل خصين
دري راك يلعبوا كره بنات، دري راك يلعبوا كره، ما غاديش نوري لان ما تعرف. مهم ليكم كاملين، هو عنده دار اخرى هنا ديال العساس اللي كيجلس هنايا، الدار ديال العساس الفوق هنا. ليكم كاملين نهديو هاد الورود. السلام عليكم.